من حي على الحوار والدولة المدنية إلى حي بداع الموت، هكذا يمكن تكثيف صورة ما حل باليمن، صورة مختصرة عما كنا على أعتابه وبينما ساقتنا الميليشيا إليه. للزوامل دور كبير في الإحماء القتالي لدى ميليشيا الحوثي وتحشيد القبائل لمعاركها، والزوامل جزء من الموروث الشعبي الذي ارتبط بالإنتاج الزراعي والحصاد وشكل موروثا حضاريا عن حياة اليمني في الريف. لم ينجو اليمنيون من سياسة الإفقار والتجهيل التي كرسها المخلوع صالح خلال 3 عقود، فقد كان لها الأثر السلبي على حياة الناس خصوصا أبناء الجغرافيا التاريخية للإمامة، ممن وجدهم الإماميون بيئة خصبة لاقتياد أبنائهم إلى الموت. لكن هذا لم يكفي، فخلال سنوات الحرب الثلاث غاب النشيد الوطني والأغاني الوطنية أمام هذا الكم الهائل من دعوات الموت. يرى البعض أن المكونات الرافضة للانقلاب اليوم فشلت في مواجهة هذا التحريض بإنتاج فن وطني يناهض القتل والعنف ويقاوم مشروع محاولة استعادة الإمامة. تبدو المقارنة غير منصفة بين معركة اليوم ومعارك الحرية التي خاضها اليمنيون في الماضي، سواء في سبتمبر أو أكتوبر أو فبراير. أنت يا أيلول فجري في دمي سجلت تاريخي وفخري، يا جلال الحق صوت القدر لوثوب الشعب في سبتمبر. هكذا فجر الشاعر الثائر عثمان أبو ماهر كلماته بلحن وأداء الفنان أيوب طارش، فكان لهذه الكلمات والألحان وقع البراكين المشتعلة في نفوس الثوار الأحرار. أنا الشعب يا فندم، أنا الشعب يا وزير، أنا طحت عرش الملك والطاغي الكبير، وطاردتهم بالجندي الكادح الفقير. بهذه الكلمات كان فنان الثورة علي الآنسي يتنقل بين جبهات الثورة، يرسخ مبادئ النضال والحرية في نفوس الثوار وعموم أبناء الشعب. والله ورب العرش ما نخضع. في فبراير أيضا حضر الفن الثوري بقوة، وكان له صدى في أوساط جميع اليمنيين حتى ممن خاصموا الثورة حينها. فهل قضت الحرب على الفن؟ سؤال يضع الفنان اليمني أمام اختبار وطني، ويفرض ضرورة تكريس مبادئ النضال والحرية في نفوس الثوار وعموم أبناء الشعب، في ظل وضع تتعرض فيه الجمهورية إلى محاولة اغتيال من الأمام وخذلان لا يقل خطورة من الخلف.